مشاهدينا الكرام في كل مكان بنرحب بكم في حلقه جديده من برنامجكم عبر الكتاب حلقه اليوم هي اول حلقه من سلسله حلقات عن الكنيسه بحسب فكر الكتاب المقدس هل الكنيسه هي مجرد مبنى مع ان المبنى مهم لكن هل هي فعلا مجرد مبنى له شكل معين ام ان الكنيسه بحسب كلمه الله لها تعريف مختلف اخر ما هي اهميه الكنيسه ولماذا أوجد الله الكنيسة؟ إيه هي طبيعتها؟ ومن من تتكون؟ وما هي رسالتها؟ وما هو الغرض من وجودها؟ ومن هم خدامها؟ وما هي فرائضها؟ نحن للأسف نعيش في وقت قل فيه التعليم الكتابي عن الإيمان والعقيدة المسيحية، ولهذا عند عدد كبير من المسيحيين هناك مفاهيم خاطئة عن الكنيسة وعن طبيعتها. أتمنى أن هذه الحلقة والحلقات القادمة في تناولنا لهذا الموضوع باستفاضة وعمق كتابي حتى لا نكون حتى محمولين بكل ريح تعليم ولكن ثابتين في إيماننا وعقيدتنا الكتابية. آه ما يعني قيمه التعليم اللي بنقدمه هو تعليم كتابي ولاجل هذا نحن نحترم الكل نحترم كل الطوايف ونحب كل الطوايف لكن مصدرنا الاساسي في التعليم هو كلمه الله الكتاب المعصوم والذي يعتبر المصدر الوحيد للايمان والاعمال بنرحب باسئلتكم، بنرحب بمداخلاتكم، بنرحب باقتراحاتكم، التليفونات هتكون موجوده على شاشه التلفزيون ونحب نسمع من حضراتكم لو عندكم اي سؤال او اي مداخله خاصه بموضوع الحلقه النهارده وهو الكنيسه بحسب فكر الكتاب المقدس واللي يعتبر الجزء الاول من هذه السلسله. زي ما قلت انه في عده حقائق انا حابب اني أأكدها قبل ما نبدا البرنامج زي ما قلت مرجعنا الاساسي هو الكتاب المقدس الكتاب المقدس بتاعنا هو المرجع الاساسي لفهمنا ولايماننا ولسلوكياتنا لانه الكتاب المقدس هو الوحيد المعصوم من ما اي اخطاء وعشان كده هو اعلان الله لنا اللي منه بناخد كل العقائد والايمانيات المسيحيه. كمان احنا بنحب الكل، قناه الحياه قناه غير طائفيه، نحن قناه تبشيريه تهتم بالكرازه وتقديم المسيح وتهتم ايضا ببناء العابرين اللي قبله الرب يسوع وبنهتم ببنائهم الروحي وبنائهم ايضا الكتاب عشان كده احنا بنحب الكل ونحترم الكل واختلافنا في جزئية من الجزئيات او في تناولنا لبعض الاشياء لا يؤثر على هذه المحبة كمان الغرض هو تقديم تعليم كتابي يبني روحيا الاخوة العابرين ده كل احنا هدفنا زي ما هدفنا توصيل الرساله لهم هدفنا ايضا ان هم من خلال متابعتهم لبرنامج عبر الكتاب ولبعض البرامج التعليميه في قناه الحياه يكونوا بيبنوا كتابيا بعيدا عن الطائفيه نيجي لبعض الاسئله المهمه هل الكنيسه اهميه هل هناك اهميه للكنيسه انا عارف النهارده يمكن في شباب كتير بينادوا بفكرة إنه إنه أروح للكنيسة والكنيسة ملهاش أي أهمية ويمكن تسبب البعض في الكنيسة في عثرة بالنسبة لهم إنه سواء قائد أو خادم أو أي شيء تعثروا من الكنيسة لماذا نذهب إلى الكنيسة؟ بنروح للكنيسة؟ لماذا نصلي معا؟ ولماذا نعبد معا؟ من من تتكون؟ هل الكنيسه بتتكون من مؤمنين قبلوا الرب يسوع خلصوا بدم المسيح؟ ولا الكنيسه بتتكون من ابناء مجرد انه يعني اتولدوا في بيت مسيحي وصار اسمهم مسيحيين؟ ما هي اهميه الانتماء؟ هل هل مهم جدا ان انتمي لجماعه؟ انتمي للكنيسة؟ انتمي لمجموعه من المؤمنين ولا انا قبلت المسيح؟ انا في حالي هعبد الرب في حالي من غير ما يكون ليا انتماء لكيان لي موجود او لجسد موجود ما هو غرض الله من الكنيسه ليه الله اوجد الكنيسه وليه الكتاب المقدس اتكلم كتير عن الكنيسه مش كده اهميه دراستنا ممكن يكون سؤال بيسأله البعض ايضا طب اسيس اشرف انت ليه مهتم ان انت تقدم موضوع الكنيسه او موضوع عقائدي زي موضوع الكنيسه اعتقد اهميه دراستنا عن موضوع عقائدي وبالاخص موضوع الكنيسه لان الكنيسه بتحتل مكان كبير جدا في خطه الله وفي فكر الله. يعني كلمه كنيسه لما نيجي نشوفها كلمه كنيسه وردت في العهد الجديد 115 مره، يمكن بس مرتين من ال 115 جت بمعنى محفل عام. لكن ال 113 مره وردت كلمه كنيسه لتشير الى جماعه من المؤمنين مجتمعين في مكان بيتعبدوا عرفوا الرب يسوع كنيسه في البيت، كنيسه في المدينه، كنيسه في مقاطعه من المقاطعات فكلمه كنيسه مهمه جدا انه انه حتى الرب يسوع بيقول لنا الرسول بولس ان الرب يسوع احب الكنيسه واسلم نفسه لاجلها فعشان كده مهم جدا ان احنا نفهم يعني ايه كنيسه يعني ايه لما كلمه كنيسه تتقال ايه اللي بيقصده الكتاب المقدس وايه اللي بيعلمه الكتاب المقدس عن الكنيسه كمان في مفاهيم غلط كثيره البعض ربط الكنيسه بمبنى البعض ربط الكنيسة بطيفة ومعتقد معين هل الكنيسة فعلا بحسب الكتاب المقدس ليها مفهوم آخر بتتكون من مين ايه هو غرضها كل ده وإحنا بنتعلمه من كلمة الله بيصحح مفاهيم عند البعض ممكن ما تكونش بحسب كلمة الرب حتى ندرك كمان أهمية وجود ودور الكنيسة في الارساليه العظمى، الله اوجد الكنيسه، اوجد جماعه المؤمنين في العالم ليكون لهم دور. ورب يسوع اتكلم عن هذا الدور وكلم تلاميذه عن هذا الدور وايه هي ارساليه الكنيسه وايه هي دورها من نحو الله ومن نحو المؤمنين الاعضاء اللي فيها ومن نحو العالم اللي هي موجوده فيه. فعشان كده مهم جدا ان احنا ناخد سلسله من الدراسات عن الكنيسه واصلي من كل قلبي انه ما نقدمه من دراسات عن هذا الموضوع يكون سبب بركة للمشاهدين وكمان يكون بيوضح لنا مفهوم الكتاب المقدس عن الكنيسة وزي ما قلت أنا برحب بكل أسئلتكم وبكل مداخلاتكم يمكن اللي مش قادر يتصل بينا احنا بنحط الحلقة على الفيسبوك وبتتحط أيضا على اليوتيوب ممكن يكتب لنا سؤاله والحلقات اللي جاية نحاول نجاوب على هذه الأسئلة نيجي ليه نص مهم جدا واحنا بنتكلم عن الكنيسة لابد ان احنا نتناوله النص ده هو حوار دار ما بين الرب يسوع له كل مجد وما بين تلاميذه يقول متى 16 ابتداء من عدد 18 لينيه ولما جاء يسوع الى نواحي قيصرية في سأل تلاميذه قائلا من يقول الناس اني انا ابن الانسان ده السؤال اللي الرب يسوع سأل به التلاميذ كبدايه ليسألهم سؤال خاص بهم هم من يقول الناس اني انا ابن الانسان؟ فقالوا قوم يوحنا المعمدان واخرون ايليا واخرون ارميا او واحد من الانبياء قال لهم وانتم من تقولون اني انا؟ يعني الناس بتقول عني ايه؟ وانتم بقى بتقولوا عني ايه؟ فاجاب سمعان بطرس وقال أنت هو المسيح ابن الله الحي فأجاب يسوع وقال له توب لك يا سمعان ابن يونا أن لحما ودما لم يعلنا لك لكن أبي الذي في السماوات وأنا أقول لك أيضا أنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها وهنا بنجد أول ذكر لكلمة كنيسة في العهد الجديد. أول ذكر لكلمة كنيسة في العهد الجديد اللي قالها الرب يسوع بفمه الطاهر عندما أعلن بطرس هذا الإعلان وقال: أنت هو المسيح ابن الله الحي، الرب قال له: على هذه الصخرة صخرة الإيمان بأني أنا المسيح الذي ابن الله الذي اتى في الجسد، على هذه الصخره ابني كنيستي. ابني كنيستي فهي كنيسه المسيح وابواب الجحيم لن تقوى عليها. ده دي الايه اللي بنسميها الايه المفتاحيه في دراستنا لموضوع الكنيسه. لانها اول ايه ولانها ايضا الكلمه التي نطق بها رب المجد يسوع المسيح في كلامه مع تلاميذه. وعلى هذه الصخره ابني كنيستي وابواب الجحيم لن تقوى عليها. نيجي بقى لسؤال ما هي الكنيسه؟ رب يسوع بيقول ابني كنيستي. ما هي الكنيسه؟ عشان نقدر نعرف يعني ايه كنيسه لابد ان احنا نرجع الى اللغه الاصليه ونشوف الكلمة التي استخدمت آه وترجمت آه للغة العربية كنيسة آه فالكلمة اليوناني كلمة اليونانية إكليسيا بتعني كولد أوت جماعة مدعوة يعني أنت بتدعو جماعة أنها تجتمع جماعة مدعوة للاجتماع إكليسيا عشان كلمة إك باليوناني معناها أوت يعني يخرج وكليس يعني اجتماع فيخرج للاجتماع كولد اوت وحتى كلمه اكسدس بيبدا برضو ب اي -E كي بالاكسدس انه انه يعني خرى الخروج من ارض مصر. فهي مجموعه كولد اوت مدعوه من الله للاجتماع الكلمه العبري المرادف لها اللي بتستخدم في العهد القديم هي كلمه كهال ودي كلمه اللي هي ايضا بتعني محفل عام او ادعو جماعه الاسيمبلي انه جماعه الرب عندما تجتمع فهي تستخدم ايضا في الكتابات اليوناني القديمه انه تشير الى جماعه مجتمعه لغرض ما فكلمه كنيسه كلمه اكليسيا هي جماعه مدعوه لاجتماع لغرض ما ده المعنى اللي بنسميه المعنى اللغوي للكلمه يعني استخدام اللغوي للكلمه لكلمه اكليسيا. لكن الرسول بولس قال لنا عباره مهمه جدا بالروح القدس عن علاقه المسيح بالكنيسه، فقال أن المسيح احب الكنيسه واسلم نفسه لاجلها. كويس؟ وعش كده لو حبيت احط تعريف للكنيسه هقول الكنيسه هي الجماعه التي مات المسيح من اجلها ليفديها. يبقى هي جماعه مسيح مات من اجلها هي جماعة مفدية، هي جماعة كل من خلص بالايمان بموت المسيح، يبقى كل من قبل المسيح مخلص شخصي وقبل الايمان بالمسيح الذي مات من اجل خطايانا وقام من اجل ايضا تبريرنا، هذه الجماعة عندما تجتمع معا هذه هي الكنيسة. فالكنيسة ليست مبنى مع يعني يعني المبنى مهم. لكن الكنيسة في فكرة الله ليست مبنى الكنيسة هي الناس هي الناس هي الجماعة المجتمعة عشان كده الجماعة دي لو اجتمعت في بيت هي كنيسة الجماعة دي اجتمعت لو اجتمعت تحت الأرض زي ما في بلاد كتير فيها اضطهاد وزي ما كانت الكنيسة الأولى أيضاً لمدة ثلاث كرون أو أكتر من ثلاث كرون بتجتمع في الخفاء في بيوت بنسموها underground churches الجماعة دي لما بتجتمع هي وجود الجماعة دي مع بعض جماعة المؤمنين هي دي الكنيسة ف... فالكنيسة الجماعة المؤمنين دي لما بتجتمع الرب بيكون في وسطها وبيعلن حضوره كرأس لهذه الجماعة وهم أعضاء في جسد يسوع المسيح فالكنيسة هي الجماعة التي مات المسيح من أجلها الكنيسة أيضا زي ما قلت ليست مكان لكنها شعب وده ده مفهوم للاسف عند كثيرين من الناس مفهوم آآ آآ غلط لانه ارتبطت الكنيسه بمبنى او ارتبطت بشكل معين، اول ما اشوف المبنى ده اقول عليه كنيسه، اول ما اشوف مبنى معين كاتدرائيه مبنى له قبه وله صليب اقول عليه كنيسه، هو اه مكان عباده لكن الكنيسة في فكرة الله ليست الأربع حيطان الكنيسة في فكرة الله هي الناس هي الجماعة هي جماعة المؤمنين هم المفديين اللي اتفادوا بدم يسوع المسيح اللي بيجتمعوا للعبادة وبيجتمعوا للتعليم وبيجتمعوا للشركة ولكسر الخبز وللصلوات ويخرجوا للعالم لكي ما يقدموا المسيح للعالم فاوعى تفكر انه الكنيسه مكان اوعى تفكر الله لا يسكن في هياكل مصنوعه اه ممكن يعلن حضوره لكن لو الجماعه دي مش جماعه الرب مش جماعه المفديين مهما كان المكان هيكون هذا المكان مجرد اجتماع لمجموعه من الناس لكنه ليس كنيسه كنيسة ليست أي شعب لما نقول الكنيسة هي شعب آه هي شعب لكن الكنيسة هي شعب الله مهم جدا أن أعرف أن الكنيسة هي شعب الله انتمائنا هو للرب شعب الله الذي اختسل وافتدي بعمل المسيح الكفاري على الصليب كويس ده شعب الله يبقى كل مؤمن حقيقي قبل الرب يسوع هو عضو في الكنيسة هو عضو في جماعة المؤمنين كويس انها شعب الله المدعو للخروج من العالم ليكون للمسيح ويرسل للعالم للكرازه بالمسيح، يعني المؤمن ربنا دعاه من العالم الشرير وغير حياته وهو قبل الرب يسوع وصار الرب يسوع بالنسبه له المخلص والرب هو قبل هذا وامن بهذا هو قبل دعوه الله له وصار للمسيح ليكون للمسيح لكنه أيضا هو بيخرج للعالم لكي ما يكرز بالمسيح كويس فده ده, ده المفهوم مهم جدا أن احنا نعرفه عن الكنيسة عشان كده الكنيسة هي الجماعة التي قبلت المسيح مخلصا وملكته على حياته الجماعة اللي قبلت ال... اللي ال... اللي اللي المسيح والجماعة اللي ملكت المسيح على حياتها هي دي جماعة المؤمنين ويجتمعوا فين بقى وريفر المكان اللي هيجتمعوا فيه هو ده الكنيسة إذا اجتمعوا في البيوت كانت البيوت أيضا في العصور الأولى وفي القرون الأولى هي الكنيسة هي مكان اجتماع للمؤمنين كانوا بيجتمعوا في أماكن بعيدا عن الرومان بعيدا عن العيون أماكن في الخفاء كانت هي دي الكنيسه. في النهارده كنايس في بلاد كثيره، في كنايس في بلاد زي الصين، وفي كنايس في بلاد زي فيها اضطهاد للمؤمنين، في البلاد العربيه المختلفه، في اجتماعات معينه للمؤمنين حتى ان اجتمع اثنين او ثلاثه باسم الرب، مؤمنين باسم الرب، اذا اجتمعوا هؤلاء هم الكنيسه. يصلوا مع بعض، يعبدوا الرب مع بعض، يرنموا مع بعض، يشجعوا بعض يكسروا الخبز مع بعض ويخرجوا للعالم للكرازه بالمسيح الكنيسه هي جماعه المفديين المتحدين بالمسيح كاتحاد الغصن بالكرمه اتحاد الغصن بالكرمه المسيح هو هو هذه الكرمه طيب قبل ما نبدا بقى في سؤال اخر مهم جدا ونقول متى بدات الكنيسه ايه هي بدايه الكنيسه بس على الاقل نكون في الوقت ده خلصنا تعريف الكنيسه، الكنيسه هي جماعه المؤمنين، الجماعه التي دعيت من العالم لكي ما تكون مع المسيح وترسل الى العالم لكي ما تكرز بالمسيح. خلونا ناخد فاصل ونرجع نتكلم عن متى بدات الكنيسه. برحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين اتكلمنا عن معنى الكنيسه بحسب فكر الكتاب المقدس وشفنا ان الكنيسه ليست مبنى الكنيسه هي جماعه المؤمنين الجماعه التي قبلت يسوع المسيح مخلصا وملكت يسوع على حياتها الجماعه دي عندما تجتمع هي الكنيسه كان في واعظ مشهور كان دايما لما يبدا الخدمه بتاعته يوم الاحد كان يقول للحضور لل بشكركم لأنكم أتيتم بالكنيسة إلى هذا المكان يعني المكان نفسه في حد ذاته الأربع حيطان مش هي الكنيسة لكن المؤمنين جسد يسوع المسيح هم الكنيسة لكن نبدأ في سؤال آخر مرتبط بالكنيسة والسؤال بيقول متى بدأت الكنيسة امتى بدأت للإجابة على السؤال ده طبعا يعني في انقسم ال اللاهوتيين على مدار تاريخ الكنيسة إلى عدة أقسام لكن يكفيني أن أنا أذكر عن إجابتين لهذا السؤال أنا مش هدخل في خلافات عقائدية كثيرة عن الإيمان هذا أو ذاك لكن أنا هقدم الإجابتين وهترك لحضراتكم الاختيار لأنه ده مش موضوع يؤثر على دخولنا للسماء وعلى أبديتنا لكنه إجابة مهمة جدا لهذا السؤال، متى بدأت الكنيسة؟ الـ 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 الإجابة الأولى بتقول الكنيسة بدأت مع آدم، يعني أول شخصية آآ آآ مؤمنة آآ بالرب، أي نعم هو أخطأ، لكن الرب فداه، كويس؟ وألبسه من الجلود، فيعتبر آدم هو أول المؤمنين، كويس؟ وأول عضو في الكنيسة وبعدين كل مؤمنين العهد القديم ومؤمنين العهد الجديد هم بيكونوا الكنيسه فالكنيسه بدات امتى بدات مع ادم والبعض بيقول بدات مع ابراهيم لكن هم بيرجعوا للعهد القديم ويقولوا ان كل مؤمنين العهد القديم ومؤمنين العهد الجديد بيمثلوا الكنيسه طبعا في 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 في, 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 ال في, الـ في الـ الاجابه دي في حاجتين في الـ البعض بيقول انه الكنيسه هي امتداد لليهوديه هي امتداد هي يعني هو حصل تغيير بس الوعود زي ما هي بدات تتحقق في الكنيسه فكل ما كان في العهد القديم من وعود ارضيه ومن بركات ارضيه ومن علاقه واشياء الى اخره وذبائح كل هذه الامور بدات تتحقق في الكنيسه بصوره روحيه فالكنيسه هي امتداد لليهوديه او البعض الاخر بنسميهم يعني ريبليسمنت ثيولوجي، ريبليسمنت ثيولوجي بمعنى انه الكنيسه حلت مكان اليهوديه، الرب يسوع اتى الى خاصته وخاصته رفضته، فالكنيسه حلت مكان الشعب الله في العهد القديم وده الفكر الاول ها ده دي المدرسه الاولى. المدرسة الثانية بتقول لا الكنيسة اساسا ما بداتش من العهد القديم الكنيسة كانت سر مخفى عن العهد القديم اعلن هذا السر في العهد الجديد وبداية الكنيسة فعليا عندما حل الروح القدس يوم الخمسين وملا التلاميذ وابتدا الجميع يتكلمون بالسنة مختلفة وهنا اتولدت الكنيسه مع ولاده اول جماعه ال آلاف نفس اللي امنوا بالرب يسوع واعتمدوا في ذلك اليوم. عشان كده بيرجعوا الى انه في كلوسي واحد وعدد 24 السر المكتوم منذ الظهور ومنذ الاجيال لكنه الان قد اظهر لقديسيه وبولس الرسول بيقول انه باعلان عرفني بالسر فالكنيسه هي سر كانش موجود في العهد القديم. ولكن الكنيسة بدأت يوم الخمسين وبيقدموا ثلاث يعني ثلاث أسس لهذا الفكر أول حاجة أن الرب يسوع لما اتكلم عن الكنيسة في متى 16 اتكلم عنها بصيغة المستقبل قال أنت بطرس وعلى هذه الكنيسة أبني I will build my church يعني أنا هبني كنيستي فالرب يسوع عندما تكلم عن الكنيسة تكلم عنها كحدث مستقبلي هيحصل لما يأتي الروح القدس ويحل على التلاميذ السبب الثاني أن الكنيسة أساسا مبنية على حقيقة موت المسيح وقيامة المسيح يعني جوهر الاحداث نفسها اللي اتبنت عليها الكنيسه الاحداث الفدائيه اللي اتبنت عليها الكنيسه هو موت المسيح وقيامه المسيح وعشان كده الموت والقيامه حدث يعني كان لازم يحدث علشان تبدا الكنيسه وتؤسس الكنيسه الحاجة الثالثة اللي بيبنوا عليها هذا الفكر أنه أعضاء الكنيسة المفديين لابد أن يكونوا معمدين بالروح القدس ده اللي بيفرق العهد الجديد عن العهد القديم وده اللي قاله أيضا يوحنا المعمدان أنا عمدتكم بماء لكن الذي يأتي بعدي يعمدكم بالروح القدس وبنار فكان لابد حتى الرب يسوع قال أمكسوا ها؟ حتى حتى ياتي الروح القدس لانه متى حل الروح القدس عليكم تكونون لي شهودا وده حصل يوم الخمسين وريفر البدايه اللي حضرتك بتاخدها امتى بدات الكنيسه ده مش بيأثر كتير لكن عايز اقول انه في المدرستين دول طيب ناخد ناخد تليفون الاخت فريال من لندن الو 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 اخ اشرف اهلا بيكي اهلا بحضرتك اهلا بيك سلام ونعمه المسيح معك اخ اشرف سلام ونعمه معك يا أخت فريال قبل ما اقول مداخلتي انا عن جد اشكر الرب من اعماق قلبي عليك ربنا يخليك شكرا لانه شكره. دائما آه المواضيع اللي تطرحها سواء في أبر الكتاب او في برنامج مدرسه حياه فعلا بقياده الروح القدس لانه الشرح اللي تشرحه شرح وافي وكافي يعني حتى الطفل بالإيمان يفهم الشرح اللي تشرحه فأشكر الرب عليك شكرا لك الرب ليكي. يباركك ويحافظ عليك شكرا أختي فريال وتعليقي أخي أشرف على أنه فعلا الكنيسة ليس البناء وإنما المؤمنين أنا لما كنت مسيحية متدينة كنت أعتقد أنه الكنيسة هي المبنى م. إلى درجة كنت لما أفوت الكنيسة اقبل الحائط اقبل الباب انه هذا راح اخذ بنفت اجر علي لأن الكنيسه هي بيت الله لكن م. لمن؟ امنت بالرب يسوع المسيح واصبح ربي والهي مخلصي ادركت انه فعلا الكنيسه هي جماعه المؤمنين صح. والرب يسوع المسيح بسمه الطاهر قال ان اجتمع اثنين او ثلاثه باسمي اكون, أكون في, في وسطهم ما قال في الكنيسه او في مبنى وين ما كان فاذا فعلا انه الكنيسه هي جماعه المؤمنين لو كان واحد او اثنين والرب يسوع المسيح صح. في وسطنا أمين. واشكرك والرب شكرا لك يا اخت فريال شكرا 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 متشكرين اخت فريال ربنا يباركك وشكرا على تليفونك ومداخلتك فعلا اللي عرف الرب يسوع هو اللي بيقدر يفهم دوت كويس قوي يعني عشان كده اوقات كتيره ممكن واحد يكبر في الكنيسه هو ملهوش علاقه بالرب يسوع هو انتمائه لمكان انتمائه لمبنى ممكن او انتمائه لطائفه او انتمائه لديانه مع ان المسيحيه ليست ديانه لكن لما بيختبر نعمه المسيح وبيختبر عمل المسيح في حياته وبيبدا يقرا الكتاب المقدس كل هذه المفاهيم الرب بيوضحها له بطريقه كتابيه ان الكنيسه هي جسد المسيح مش هي المبنى هي جماعه المؤمنين هم دول الجماعه اللي سر الله يعني يقول الكتاب من أجل السرور الموضوع أمامه يعني المسيح احتمل الخزي والعار من أجل الكنيسة من أجل المؤمنين من أجل الجماعة اللي هتأتي من العالم اللي هتتحرر من سلطان إبليس ومن سلطان الخطية فشكرا ليكي يا أخت فريال على هذه المداخلة فالكنيسة زي ما قلنا هم جماعة المؤمنين في في آه بعض المفاهيم ايضا محتاجين نعرفها عن الكنيسه من اول أوغسطينوس من اول آه القديس أوغسطينوس وحتى طبعا الاصلاح وغيره في في دايما تفرقه ما بين مفهومين آه حلو قوي ان احنا نعرفهم عن الكنيسه في بنقول الكنيسه المنظوره والكنيسه الغير منظوره يعني مثلا ايه لما اقول كنيسه شبرا مثلا دي كنيسه منظوره الكنيسه المنظوره دي فيها مجموعه مؤمنين كويس بنروح نحضر نتعبد مع بعض آه بس الكنيسه المنظوره دي فيها مؤمنين حقيقيين وفيها مؤمنين ايه مش حقيقيين مش هقول عليهم مؤمنين بس فيها اشخاص حقيقيين وفيها اشخاص مزيفين فيها حنطه وفيها ايه زوان كويس فيها اللي الرب يعرفهم وفيها اللي الرب ممكن يقول لهم لا اعرفكم ففي الكنيسه الغير منظوره، خلينا نفرق ما بين الاثنين عشان يبقى المفهوم صح. الكنيسه الغير منظوره هي الكنيسه زي ما بيحطها بعض اللاهوتيين بيقول لنا هي الكنيسه كما يراها الله. يا لما ربنا يشوف المؤمنين. ليه؟ لأنه ربنا عارف القلب هي الكنيسه اللي, اللي فيها مؤمنين حقيقيين لان الرب يعرف ما في قلب كل انسان يعرف المؤمن الحقيقي عن المؤمن الغير حقيقي هما الجماعه اللي اتحدوا بالمسيح اتحادا حقيقيا بالايمان اللي يعرف الغصن الحقيقي الحي ان المسيح بيعرف الغصن الحقيقي الحي الكنيسه دي كنيسه اولا أولا كنيسة خلينا أقول بتضم من كل الشعوب من كل الألسنة من كل القبائل فيها السعودي وفيها المصري فيها الأفريقي فيها الروسي فيها الأمريكاني فيها من كل الشعوب من كل القبائل المؤمنين الحقيقيين اللي الرب افتقدهم بنعمته وآتى بيهم للإيمان بالمسيح يسوع هؤلاء هم الكنيسة الحقيقية دي الكنيسة الحقيقية دي جسد يسوع المسيح على فكرة الكنيسة دي متحدة والكنيسه دي منتصره، والكنيسه دي هي اللي قال عنها الرب يسوع ابواب الجحيم لن تقوى عليها. الكنيسه دي هي الكنيسه اللي بتختطف اناس من الجحيم، هي اللي بتقدم رساله المسيح للعالم، هي المؤمنين الحقيقيين اللي عرفوا الرب واتحدوا بالرب. يبقى الكنيسه الغير منظوره هي الكنيسه كما يراها ايه؟ كما يراها الله. لكن الكنيسه المنظوره هي الكنيسه اللي انا بشوفها وانت بتشوفها انا وانت بنروح كنيسه يمكن انت خليني اقول انت يمكن في مثلا في الجزائر او في تونس او في مصر كل واحد فينا بيروح كنيسه يتعبد فيها كويس الكنيسه دي كما اراها انا او الله بيراها كويس قوي بس كما أراها أنا من وجهة نظري أنا فيها المؤمنين الحقيقيين اللي الرب يعرفهم وفيها أناس لهم صورة التقوى ولهم اسم أنهم أحياء لكنهم في الحقيقة أموات كويس والكنيسة دي هي الكنيسة المنظورة دي هي اللي بنقرأ عنها في سفر الرؤيا لما الرب بيبعت رسالة لكنيسة أفسس لما الرب بيبعت رسالة لكنيسة ساردوس لما بيبعت رسالة لكنيسة ثياتيرا فيلادلفيا الكنيس دي هي كنائس محلية فيها ناس فيها مؤمنين فيها مؤمنين ضعفوا فيها ناس تركت محبتها الأولى فيها مؤمنين بالاسم هو هو بينتمي للكنيسة دي لأنه جده ساهم في بنائها لأنه أبوه كان شماس فيها أو خاله كان شيخ فيها أو جده كان أسيس فيها هو بيروح الكنيسة دي لأنه كنيسة أبوه وامه يعني بيحضروها فهو بينتمي للكنيسة دي لكنه لا ينتمي للرب هو بينتمي لمكان لكنه لا ينتمي للرب. كويس؟ فدي فال... الكنيسه ايه؟ الكنيسه المنظوره. الكنيسه الغير منظوره هي كنيسه يونيفرسال كونيه. زي ما قلت من كل قبيله وشعب ولسان وامه. وده اللي بنشوف في سفر رؤيه انه من كل القبائل، من كل الالسنه، من كل الشعوب. هي كنيسه بتضم المؤمنين من كل مكان ومن كل قبيله وشعب ولسان ولون وجنس، انها عروس المسيح. هي عروس المسيح، هي الكنيسة اللي هتختطف، هي جماعة المؤمنين اللي الرب هيدعوها إليه، تنضم إليه، كويس؟ هي الجميلة والطاهرة والنقية والمتحدة والمنتصرة، هي جسد المسيح الحقيقي. دي الكنيسة، دي اللي بيتكلم عنها الرب يسوع، وقال إنه أبواب الجحيم لن تقوى عليها. عشان كده ممكن نجد كنايس في بعض الأماكن بتندثر. كويس ونقول ازاي المسيح بيرضى لكنيسته انها تندثر هو المسيح ما بيرضاش لكنيسته انها تندثر لانه يمكن الكنيسه دي كان فيها مؤمنين حقيقيين بس مع الوقت صار فيها مؤمنين بالاسم غير حقيقيين الرب بيعمل في اماكن اخرى الرب بيشتغل فيه مع مع كنيسته الكنيسه الغير منظوره تظهر من خلال الكنيسة المنظورة يعني وده مهم جدا عشان كده الكنيسة المحلية مهمة لأن الكنيسة المحلية هي إعلان أيضا مظهر من مظاهر ملك الله وملكوت الله في هذا العالم هي اللي من خلالها زي, زي ما نفس الإنسان خلينا نقول النفسي ماي سول ما تقدرش تشوفها لكن تقدر تتلامس معايا من خلال الجسد كويس المؤمنين الحقيقيين بنشوفهم ونتلامس معاه من خلال الكنيسه المحليه اللي فيها خدام مؤمنين حقيقيين مش كل كنيسه كل اللي فيها حلوين ولا كل اللي فيها وحشين في مؤمنين حقيقيين في الكنيسه وعشان كده مهم جدا لينا كخدام لما نيجي نضم اعضاء للكنيسه لابد ان احنا نكون على الاقل قمنا بدورنا وبنضم اعضاء على الاقل إحنا بحسب معرفتنا كخدام إن هم اختبروا الرب يسوع وقبلوا المسيح مخلص شخصي لحياتهم. الكنيسة هي اجتماع القديسين حيث حضور وسيادة المسيح بروحه. دي الكنيسة. حيثما اجتمع القديسين المؤمنين وإحنا لما نتكلم على القديسين إحنا مش بنتكلم على فئة معينة إحنا بنتكلم على إن كل مؤمن اختبر الرب يسوع هو قديس الى القديسين الموجودين في افسس الى القديسين في كلوسي الى القديسين في كرونسوس المؤمنين بالرب يسوع يطلق عليهم الكتاب قديسين بمعنى انهم مخصصين مفرزين لشخص الرب طيب زي ما قلت انه في كنيسه طبعا حتى الكتاب المقدس بيستخدم كلمه كنيسه باكثر من معنى، ممكن مره يشير الى الكنيسه يعني لما الرسول بوليس يقول الى الكنيسه التي في افاسوس او الى الكنيسه التي في كلوسي، هو بيستخدم كلمه كنيسه ليشير الى جماعه المؤمنين المجتمعين في مكان او في مدينه او في مقاطعه معينه. لكن كمان لما يقول انه المسيح احب الكنيسه واسلم نفسه لاجلها، انهي كنيسه؟ لا ده بقى الكنيسه ايه اليونيفرسال ده جسد المسيح في كل مكان ده جسد جسد المسيح الحقيقي اللي موجود في كل مكان طيب قبل ما اتكلم عن دور الثالوث في الكنيسه وانه الكنيسه هي نتاج الله المثلث الاقانيم الاب والابن والروح القدس لانه ده مهم جدا ان احنا نفهمه. الكنيسه دي مين اللي اوجدها؟ هل اوجدها بشر؟ هل اوجدتها هيئات؟ الكنيسه دي اوجدها الله. وعشان كده الاب عمل في الكنيسه والابن عمل في الكنيسه والروح القدس يعمل في الكنيسه ووجود الكنيسه هو زي ما الخليقه كلها هي عمل الاب والابن والروح القدس، وزي ما الفداء هو ايضا الاب والابن والروح القدس، الكنيسه ايضا وجودها هي عمل الاب والابن والروح القدس، الله مثلث الاقانيم، بس قبل ما نتكلم عن هذا الموضوع باستفاضه خلونا ناخد فاصل ونرجع. برحب بكم مرة تانية أعزائي المشاهدين واحنا بنكمل مع بعض دراستنا في موضوع مهم جدا إيماننا في الكنيسة بحسب فكر الكتاب المقدس كلمنا عن ايه هي الكنيسة وكلمنا عن متى بدأت الكنيسة ودول سؤالين مهمين جدا والكنيسة الفرق ما بين الكنيسة في نظر الله والكنيسة المحلية أو الكنيسة الغير منظورة والكنيسة المنظورة أو الكنيسة المحلية والكنيسة اليونسيل خلونا نيجي لجزء مهم جدا في دراستنا عن الكنيسه وهو الكنيسه هي عمل الثالوث الاقدس الاب والابن والروح القدس. لما بنقرا عن الكنيسه وعن وجود الكنيسه نعرف انه الله مثلث الاقانيم الاب والابن والروح القدس له عمل في الكنيسه وهو الذي اوجد الكنيسه. فنشوف مثلا عن الاب الاب عيننا واعطانا للابن يعني المؤمنين دول هم عطيه الاب للابن يعني انا وانت لما قبلنا الرب يسوع ولما الرب فتح قلوبنا بالايمان لان احنا نقبل المسيح احنا صرنا عطيه الاب للابن وعشان كده حتى الرب يسوع في صلاته الشفاعيه في انجيل يوحنا اصحاح 27 17 يقول: ايها الاب اريد ان هؤلاء الذين اعطيتني يكونوا معي لينظروا مجدي، يعني الى هذه الدرجه نحن عطيه غاليه، يعني احنا دايما نتكلم انه الاب اعطانا الابن، لكن كمان احنا كمؤمنين عطيه الاب للابن عشان كده الآب عينا واعطانا للابن الذي اختارنا فيه قبل تأسيس العالم، طبعا ده بياخدنا الى نص مهم جدا. وبيكلمنا فيه رسول بولس في افسس اصحاح واحد وعدد اربعه وخمسه، كما اختارنا فيه في المسيح. قبل تأسيس العالم، يعني انا في فكر الله وانت عزيزي المؤمن المشاهد في فكر الله قبل تأسيس العالم. لما انا بعرف انه في واحد بيفكر فيا امبارح وافكر فيه امبارح انا بنبسط لكن لما اعرف ان انا في فكر الله حتى قبل تاسيس العالم قد ايه ده بيقول لي انه انا غالي جدا في نظر الله انا مش مجرد عدد موجود في العالم لكن انا انسان لي قيمه كمؤمن قيمتي عند الله في دم يسوع المسيح انا لي قيمه وعشان كده كما اختارنا فيه قبل تاسيس العالم لنكون قديسين يعني ان الله دعانا عشان نترك العالم الشرير ونكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبه السبقه فعيننا للتبني بيسوع المسيح لنفسه حسب مسره ايه؟ مشيئته. الاب عيننا اعطانا للابن أعطيت الابن اعطيه الاب للابن هم جماعه المؤمنين. مش كده الرب يسوع يقول من اجل السرور الموضوع امامه احتمل هو ليه احتمل ده كله مع اننا ما نستاهلش مع انه انا كشخص ما استاهلش لكن احتمل من اجل المحبه ان الله احبنا الى هذه الدرجه التي اعطانا ابنه وبالتالي اعطانا نحن ايضا لكي نكون عطيه للابن المبارك يسوع المسيح كمان المختارين بمقتضى علم الله الآب السابق في تقديس الروح للطاعة ورش دم إيه يسوع المسيح شو هنا بنشوف الثالوث الأقدس علم الله السابق الآب التقديس الروح قدس ورش دم يسوع المسيح يعني أنا كمؤمن أنا الآب والابن والروح القدس عمل فيا علشان أكون مؤمن الابن بقى دوره إيه الابن افتدانا يبقى الاب اعطانا الاب عيننا والابن افتدانا اتى الى العالم لكي ما يفدينا ويفدينا بدمه عالمين انكم افتديتم لا باشياء تفنى بفضه او ذهب من سيرتكم الباطله التي تقلدتموها من الاباء بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس دم المسيح معروف سابقا قبل تاسيس العالم ولكن قد اظهر في الازمنه الاخيره من اجلكم. يبقى احنا اشترينا بايه؟ افتدينا بايه؟ افتدينا لا باشياء تفنى لا فضه ولا ذهب. يمكن النهارده لما اروح اشتري حاجه بفضه او بذهب بعتبرها حاجه غاليه جدا. لكن رب ما دفعش فيا لا فضه ولا ذهب. لان هناك اغلى من كده. لا يوجد أغلى من أن يعطي الإنسان نفسه ذاته لأجل من يحبهم والمسيح أحبنا فأعطانا ذاته أخلى نفسه آخذا سورة عبد صائرا في شبه الناس وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت موت الصليب افتدانا واشترانا بدمه الكريم والروح القدس بقى الروح القدس هو اللي بكتنا على خطيه الروح القدس هو اللي سكن فينا لما قبلنا المسيح الروح القدس النهارده كمان كمؤمنين هو اللي ادانا مواهب لكي ما نخدم بيها المسيح ونخدم بيها جسد المسيح كنيسة المسيح أعطى البعض أن يكون مبشر أعطى البعض أن يكون رسول أعطى البعض أن يكون من الأنبياء أعطى البعض عمل قوات أعطى البعض أن يتكلم بمواهب معينة أعطى مواهب مختلفة الروح القدس هو اللي أعطى هذه المواهب لي وليك كمؤمن ليه؟ علشان بنيان الكنيسه لاجل تكميل القديسين علشان تكميل الخدمه علشان جسد المسيح العين تبقى مختلفه عن الايد والايد مختلفه عن الرجل لكن كجسد يعمل معا ويتحرك معا. الاساس الكتابي للكنيسه، على اي اساس بقى بنيت الكنيسه؟ الكنيسه نفسها بنيت على اي اساس؟ الكنيسة بنيت او مبنية على صخر الدهور شخص الرب يسوع المسيح اوعى تفكر ان الكنيسة مبنية على اشخاص بطرس ليس هو اساس الكنيسة ولا متى ولا لوقا ولا يوحنا ولا, ولا اي شخص دول كلهم خدام الرب استخدمهم لي لبناء الكنيسة لكن الكنيسة مبنية اساسا على صخر الدهور شخص ربنا ومخلصنا يسوع المسيح كويس؟ والدليل على كده انه هؤلاء ماتوا لكن الكنيسه حيه لانه المسيح حي المسيح هو صخر الدهور ربنا ومخلصنا يسوع المسيح عشان كده هو قال ايه؟ على هذه الصخره ابني يعني الرب نفسه يسوع هو اللي ايه؟ هيبني كنيسته وابواب الجحيم لن تقوى عليه. بكل التقدير لكل الاشخاص اللي الرب استخدمهم لكن الاساس التي بنيت عليه الكنيسه هو الاساس الاساسي الاصلي اللي هو حجر الزاويه هو شخص يسوع المسيح، المسيح هو بان الكنيسه، هو اللي قال ابني كنيستي. هو اللي بيبدي الكنيسه، والحاجه الثانيه كمان نقرا عن الرب يسوع في اعمال اثنين لما 3000 نفس قبلوا الرب يسوع وتعمدوا وانضموا للكنيسه، يختم لنا اعمال اثنين يقول لنا ايه؟ وكان الرب وكان الرب يسوع هنا كل يوم يضم الى الكنيسه الذين يخلصون، يبقى مين اللي بيضم للكنيسه؟ الذين يخلصون مين اللي بيبني فيها هو الرب يسوع هو الباني احنا كلنا خدام احنا كلنا عبيد احنا بنرمي البذره لكن مين اللي بينميها مين اللي بيعطيها حياه مين اللي بيكبرها مين اللي بيغير الانسان مين اللي بينقل الناس من الظلمه الى النور هو الرب يسوع نفسه بالروح القدس مبنيين على اساس الرسل والانبياء ويسوع المسيح نفسه ايه؟ حجر الزاويه، يبقى حجر الزاويه هو الاساسي في البناء. وبعدين الرسل والانبياء هم اللي كملوا على حجر الزاويه، انه مش هم حجر الزاويه، لكن هو الرب يسوع نفسه هو حجر الزاويه، الذي فيه في المسيح كل البناء مركبا معا، ينمو هيكلا مقدسا في الرب. الذي فيه انتم ايضا مبنيون معا مسكنا لله في الروح القدس في المسيح كويس مش كده نيجي لنقطه ثانيه يبقى الرب يسوع هو بان الكنيسه كويس هو حجر الزاويه في الكنيسه هو اساسها الكنيسه اللي ما المسيح دي مش كنيسه الكنيسه اللي, اللي الناس اللي فيها مرتبطين بمبنى ومرتبطين باشياء لكن مش مرتبطين بالمسيح دي مش كنيسه. الكنيسه الحقيقيه هم جماعه المؤمنين اللي ارتبطوا بالمسيح اللي هو حجر الزاويه في هذا البناء اللي هم صاروا نفسهم هيكلا مقدسا وهنتكلم عن التشبيهات الكتابيه الجميله للكنيسه لكن كمان حاجه ثانيه عن الرب يسوع كويس ان الرب يسوع هو راس الكنيسه. راس الكنيسه. ومعلش سامحوني مفيش راس ثانية مفيش راس ثانية مهما كانت هؤلاء الأشخاص ليسوا هم رأس الكنيسة وأنا بحزن صدقوني بحزن لما بسمع إنه فلان الفلاني رأس الكنيسة هو مش المسيح رأس الكنيسة ده الكتاب قالها مرة واتنين وتلاتة فلان الفلاني ده الخدام في الكنيسة وليسوا رأس الكنيسة دول خدام للمسيح رأس الكنيسة هو شخص واحد وحيد هو الرب يسوع المسيح عشان كده الرسول بولس قال لنا ايه المسيح ايضا رأس الكنيسة وهو مخلص الجسد لانه هو اللي خلص المؤمنين دول هو اللي مات من اجلهم هو اللي صار رأس لهذه الكنيسة الجسد كله بيخضع للرأس ورأس الكنيسة هو الرب يسوع وليس أشخاص واللي يقول على أشخاص إن هم رأس الكنيسة ده تعليم كتابي غلط لا يتماشى مع كلمة الله عشان كده أيضا قال لنا إيه في كلوسي واحد الذي هو قبل كل شيء عن الرب يسوع وفيه يقوم الكل وهو رأس إيه الجسد مرة تانية مرة تانية الرب يسوع هو رأس الجسد هو رأس الكنيسة الذي هو البداية بكر من الأموات لكي يكون هو متقدما في كل شيء يا لما نقف قدام الكلمات دي وندرك عظمة يسوع المسيح ندرك أنه يسوع المسيح هو الذي مات من أجل الكنيسة أسلم نفسه لأجلها ندرك أن يسوع المسيح الذي هو قبل كل شيء اللي هو أزلي الوجود الكلمة الذي كان عند الله وكان الكلمة الله والكلمة صار جسدا وحل بيننا هو الاله الازلي الذي اتى الينا في ملء الزمان لكيما يخدم ويبذل نفسه فدية عن كثيرين وفيه يقوم الكل لانه لو لو المسيح مش هو الراس الجسد ده هيبقى كله متفصل عن بعضه منفصل عن بعضه وعشان كده كنيسة الأيام دي بعض الكنايس للأسف مش بتمجد الله لأنه المسيح مش الرأس الكنيسة وهو رأس الجسد الكنيسة الذي هو البداية بكر من الأموات لكي يكون هو متقدما يعني يا جماعة خلونا ندي للمسيح الرأس أن يكون متقدم يكون هو المرشد هو المدبر هو اللي رابط الجسد ده كله مع بعض هو رأس ال... الكنيسة سواء الكنيسة المحلية أو الكنيسة العامة هو رأسها شفنا أكثر من مرة الكتاب بيقول لنا الحقيقة دي وبيأكدها لينا مرة واثنين وثلاثة أن المسيح هو رأس الكنيسة رأس الجسد. أمال الخدام دول ايه؟ ده ليهم أسماء أخرى الكتاب اداها كان الرسل الأول وبعدين عندنا قساوسة عندنا شمامسة عندنا أساقفة لكنه ليسوا رأس الكنيسة. مفيش واحد فيهم خد لقب رأس الكنيسة. لأن المسيح هو رأس الكنيسة كمان الأساس انضمام بقى للكنيسة أنا بنضم للكنيسة على أي أساس إيه هو الأساس الوحيد اللي بنضم عليه الكنيسة يعني بعض ال بعض الطوائف يمكن عندها لستة كبيرة بأن عشان تنضم للكنيسة لابد أنك تكون واحد اثنين ثلاثة اربعة لكن لو جينا للكتاب المقدس والأعمال الرسل شفنا كيف كان الرب يضم كل يوم للكنيسه الرب كان يضم كل يوم للكنيسه الذين يخلصون اعمال 2 47 يعني ايه يعني الاساس اللي عليه انضم للكنيسه هو ان انا اقبل المسيح مخلص شخصي لحياتي اني انا اخلص من خطاياي اني انا يكتب اسمي في سفر الحياه ان انا اكون اتنقلت من الموت الى الحياه من الضلال الى أن وجدت زي الابن الضال اللي بيرجع الى ابيه. طول ما هو بعيد عن الاب طول ما هو منفصل لكن لما بيرجع الى الاب بيصير واحد من اسره عشان كده الاساس لانضمام اي عضو للكنيسه سواء الكنيسه المحليه او الكنيسه الجسد المسيح الغير مرئي الحقيقي اللي في كل مكان هو ان الانسان يكون قبل المسيح وامن بالمسيح كرب وكمخلص عشان كده اوقات كتيره للاسف بعض الكنائس بتقبل ناس هو مدام ابن فلان ابن فلان نقبله في الكنيسه هو مدام جده ساهم في بناء الكنيسة نرسمه شيخ في الكنيسة وكأن احنا يعني بنوزع البركات على على ما يستحقون لكن أساس الانضمام للكنيسة وأنا بذكر نفسي كخادم وكمان بذكر كل إخواتي الخدام اللي بيخدموا يمكن في كنايس تحت الأرض أو في كنايس في بلاد عربية مختلفة خلونا نكون أمناء نحو كلمة ربنا وخلونا نقوم بدورنا إنه فعلا على الأقل من من ناحيتي أنا كشخص أكون متيقن ممكن أخدع بالتأكيد ممكن أخدع لكن على الأقل قمت بدوري إن عرفت إن الإنسان ده ليه اختبار قبل الرب آه يعني آه سلم حياته المسيح وليس لمجرد إنه جاي من طيفتي وليس لمجرد إنه آآ يعني آآ اسمه فلان الفلاني يبقى آآ في الكنيسة وكان الرب كل يوم يضم إلى الكنيسة الذين يخلصون يبقى الشرط الأساسي أنك تنضم وتبقى عضو في كنيسة يسوع المسيح هو أن أنت تخلص كويس إيه بقى الغرض من الكنيسة وده نتكلم عنه الحلقة الجاية بالتفصيل ليه ربنا أوجد الكنيسة سواء الكنيسة المحلية أو جسد المسيح في كل مكان ليه ربنا أوجدنا هو ما كانش أفضل لينا كمؤمنين إن أول لما نقبل الرب مش بتفكروا أوقات زي كده إنه طب أنا أنا قبلت الرب مش أفضل لي أول لما قبلت الرب إن الرب ياخدني عنده وينقذني من العالم الشرير اللي أنا فيه ده لكن ليه الرب ترك كنيسته أو أو أوجد كنيسته على الأرض أعتقد في ثلاث حاجات مهمين جدا أول حاجة نحو الله ان احنا نعبده كجسد واحد كجماعة مش كأفراد احنا بنروح نعبد معا بالجماعة, كجماعة يعني ما أحلى مساكنك يا رب الجنود تشتاق بل حيث جماعة الرب أنا وإخواتي المؤمنين نجتمع مع بعض بنفس واحدة نعبد الله بالروح والحق عبادة الرب الحاجة الثانية كمان الكنيسة مهمة لأنها مفروض نتبني فيها كمؤمنين لأن احنا أعضاء في الكنيسة المفروض نتبني فيها نعرف أكثر عن الله نتبني أكثر في الإيمان نتأسس أكثر في المعرفة الكتابية ننمو في علاقتنا مع الرب يسوع نكون لنا خدمة ودور في الكنيسة في خدمة المسيح نبني بعضنا البعض ويكون لنا دور في البناء بناء المؤمنين مع بعضهم البعض والحاجة الثالثة والأخيرة يبقى في دور نحو الله وفي دور نحو المؤمنين وفي دور نحو العالم اللي هو غير مؤمن بالمسيح اذهبوا إلى العالم أجمع وكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها ودي رسالة الكنيسة دي رسالة الكنيسة الله دعانا إليه ودعانا إلى شخصه قبلنا المسيح مخلص ملك المسيح على حياتنا الله بيرسلنا إلى العالم لكي ما نكرز بالإنجيل وأنا بشكر رب لأجل اخواتي الكارزين الحلوين المؤمنين الحقيقيين اللي يمكن بيعرضوا حياتهم كمان للخطر من أجل انهم يوصلوا رسالة المسيح للبعيدين في البلاد اللي ممنوع فيها الكرازة في البلاد اللي عليها عليهم فيها قوانين فيها قوانين بتحرم هذا لكنهم طاعة للمسيح وحبا للمسيح، ولانهم كمان يريدوا ان اخواتهم ومن عائلاتهم يعرفوا عن الرب يسوع بيتكلموا عن المسيح. الرب يبارككم ويأيدكم ويستخدمكم اكثر واكثر لمجد اسمه. هنكمل مع بعض دراستنا عن هذا الموضوع عن الغرض من وجود الكنيسه وتشبيهات الكنيسه في الحلقه اللي جايه، فإلى ان نلتقي في حلقه جديده من برنامج عبر الكتاب سلام المسيح يكون معكم.